بص على أهم الصور في الجزء بتاع التوكسيكولوجي اللي احنا اتفرجنا عليهم. طبعا التوكسيكولوجي مفهوش صور كتير زي الشرعي، يعني محتاج أبص عليها علشان أعرف يعني حاجة، بس احنا برضه الصور بتاعت الشرعي عموما إن الفود بويزنج ممكن يكون بسبب الميكروبس غالبا. المانيفستيشن بتاعته لو ما أصاب أكيوت جاستروإنترايتس مثلا، أو ده المونوصوديوم جلوتاميت ده بتاع التشاينيز ريستورانت سيندروم الطعام الصيني، ده البوتوليزم المانيفستيشن بتاعة الباراليسيس زي ما احنا قلنا في الكاركترز بتاعته. بوتوليزم برضه المانيفستيشن الانتيدوت بتاع البوتوليزم اي بي اي تمام، طبعا اللي هو البولي فيل تراي فيلنت اي بي اي تمام. ده الانفانت بسبب ان هو بياخد عندي العسل في سن صغير، وده الوم بوتوليزم، وده البوتوكس اللي بيعملوه سيجواتيرا سمك السيجواتيرا تمام. وده عندك سكومبرويد تمام، اللي هي سواء كان دارك او تمام نان سكومبرويد، مش عايزين سكومبرويد التونه والماكريل تمام، التونه والماكريل. الانيمال بويزنينج تمام، ده برضه تصوير حراري بعد ما اخد التوكسين تمام وتسويه ومشي في الدم. ده الفايبر تمام، ودي الكوبرا تمام. الكوبرا تمام البروب بتاع راوندد تمام، انما الفايبر ده البروب بتاعه بيكون اليبتيكال ان شيب اليبتيكال. ده البولي فيلنت فاكسين بتاعه او الانتي توكسين بتاعه، ده سكوب تمام العقرب انواع مختلفة. ده البولي فيلنت برضه انتي دوت بتاعه سبايدر، سواء ده البلاك ويدو سبايدر تمام البلاك ويدو، وده براون ريكلوز سبايدر تمام، وده الانتي دوت بتاعه. ده كان ريليتد لموضوع الفود والانيمال بويزنينج. برضو الشباتر ديت ما فيهاش حاجات برضو او صورة مهمة معايا، مثلا الفينوسايزين كانت سايكوتيك دراجز المختلفة او الفورمة المختلفة دي. الكلينيكال بيكتشر تمام. نيوروليبتيك مالجنس سندروم من الحاجات المهمة برضو، قلنا بنذاكرها كويس تمام. ديبريشن كانت ديبريسنت تراي سايكليك انتي ديبريسنت الستيشن بتاعه الانتي ديبريسنت سيروتونين سيندروم الليثيوم تمام الجدول الدوري الثلاثة. محمود الشباتر دي يا شباب ما فيهاش صور يعني حاجة، أو الأدوية معاكم في الكتاب. سيداتيف هيبنوتيك المنومات والمهدئات تمام بتختلف الأنواع بتاعتها. البنزودايزمين برضه بخلاف الفورم أو المسميات التجارية بتاعته والمانيفستيشن بتظهر معاه. الفلومازينين الأنتيدوت بتاعه تمام، الفلومازينين ديبندنس أنتي كونفرجنس سواء فيميتوين أو كاربامازيبين. كاربامازيبين ديكريتول بتسمعه كتير، ناس كتير بتاخده. الأبيوس الديبندنس تمام، الناس المدمنة لأي أن يكون الحاجات زي ما قدامكم حشيش ميكوانس ستيرويد هيروين كتامين كوكين تمام. الديبندنس على الحاجة ده الهابيتويشن تمام، عنده عدد القهوة مثلا. الأديكشن ميديكال هازارد من الأسئلة المهمة، الأسئلة المهمة نظمناها عشان تحفظها كويس. دراج أبيوز ماشي. الأوبيوم تمام، دي النبات ده شوف نفس ورق العمل بقى تمام، نبات الخشخاش تمام طلع على طول. ده البون بوينت بيوبل. النالكسول الأنتيدوت بتاعه ترامادول، صور ترامادول. وعندي ده صورة نبات الكنابز الحشيش تمام، ده الصورة بتاعته. وده النيكوتين السجاير. أمفيتامين تمام حبوب الطلبة. الريتالين تمام، تقريبا ما عادش موجود الاسم ده ريتالين. ولا كوكين تمام، كوكين ناس دي الأساليب بيرفورمانس ايجنت أو الحاجات اللي هتعرف جاست ستيموليشن وتأثيرها على الجسم تمام. ده بالنسبة للجزء بتاع الصور. الجزء بتاع النظري عندي على حسب جزء ذات ايجن وحاجات ريت للكود جاست انترايتس. الجدول ده مهم جدا تمام، عشان ممكن ينزلك تارجت تفرق ازاي ما بين ده وده. بس البنين بيهتم بحاجة واحدة مهمة جدا في الشابتر ده، البوتوليزم. البنين عليهم البوتوليزم بس، البنات بس كل حاجة، لأن كل حاجة عندهم مهمة شوية تمام. تشاينيز ريستورانت سيندروم لو حابب يسألوك اسما، البوتوليزم دي من أهم الحاجات سواء الكلينيكال بيكتشر بتاعته، الكلينيكال بيكتشر بتاعته مهمة، المانجمنت بتاعه مهم تمام. وتركز على موضوع التنسلين تيست برضه عشان الـ MCQ، المانجمنت بتاع
البوتوليزم مهم جدا، تمام. الفاريشن او الانواع السبيشال تايب بتاعته مهم برضو، علشان الاسئله لو سؤال صغير ولا حاجه فنمريست لي او كان سؤال ام سي كيو. سيجواتيرا بويزنينج او سكومبرويد بويزنينج اسئله ام سي كيو فيهم. الاسئله ديت برضو صعب ان هي تنزل ديفرنشال ديزيز بتاع البروجكت سيندروم او الكلينيكال بريزنتيشن، دي حاجات بطنه، تمام. الانيمال بويزنينج تمام، مهم جدا برضو ان انا اعرف الكلينيكال بيكتشر بتاعه الفايبر، تمام، والكلينيكال بيكتشر بتاعه الكوبرا، تمام. مهم الاثنين اعرفهم بالحاجات اللي نتعلم عليها عشان ام سي كيو واحنا وضحناها هناك، تمام. الفيرست ايد ميجر برضو حاجات تهمك انت ليك على مستوى حياتك. وبعد كده الامرجنسي ميجرمنت مهم، التعامل ازاي معاه، وكذلك السكور، تمام. السكوربينز تمام مهم جدا في الكلينيكال بيكتشر بتاعته، بيأثر على كل السيستم. مهم معايا برضو موضوع المانجمنت بتاعه، تمام. مهم الاثنين، سبايدر كام سي كيو، السبانيش فلاي كام سي كيو عندي، التيك باراليسيس برضو كام سي كيو. ندخل في السايكو اكتيف ايجنت، تمام، والسايكو تروبيك دراجز، الانتي سايكوتيك الفينوسازين. الحاجات دي هو بيعتمد ان انت درستها في الفارما تفصيلا، تمام. فالأسئلة عندنا في الأجزاء اللي أنت أحطها في الفارما عموما ما بيحبش هو يتك عليها، بس الميكانيزم والكلينيكال بيكتشر بتاع واحد أحفظهم هتلاقيهم مكررين بعد كده وإحنا عرفناك. النيوروليبتيك مالجنت سيندروم من الحاجات المهمة، تمام، من الحاجات المهمة تعرفها كويس. المانجمنت بتاعه كويس طالما ما فيش عندي سبيسيفيك أنتي دوت فهتمشي على الستيل. راي سايكليك أنتي ديبريسنت برضه المانيفستيشن أو الميكانيزم بتاعه واحد، والمانيفستيشن برضه لا واحد، طالما الميكانيزم متشابه، تمام. اعرف بس السبيسيفيك انتيدوت بتاعه علشان نسيمس الام سي كيو. سيروتونين سندروم اخدناها في التوكسيدروم، الليثيوم برضه من الحاجات المهمه خاصه عند البنات، ساعات بيسالهم فيهم، وخاصه الكلينيكال بيكتشر بتاعته والمانجمنت بتاع الليثيوم توكسيستي، تمام. السيداتيف هيبنوتكس مثلا زي الباربيتوريتس، الباربيتريتس بيسألك فيه برضه بس ما بقوش يستخدم كتير زي زمان، بس برضه ممكن يسألك فيه، مفيش مشكلة. أي حاجة هسألك في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بتشتغل ازاي، تعالجها ازاي، تمام، لأن دي تلات أسئلة الريت اللي ممكن ينزلوا في الحاجة. باقي الحاجات كلها كام سي كيو، تمام. الام سي كيو ملهوش تحديات، تمام. البنزودايزبين مهم بقى جدا، تمام، سواء على مستوى الكلينيكال بيكتشر أو المانجمنت بتاعه عشان موضوع الفلومازيمين، تمام. الديبندنس بتاع الحاجة كلها اسطمبة واحدة ماشية. الانتو كونفرجنت من مش مهم أوي كبنات فيك، مش مكتوب، مهم من البنين برضو كسؤال ام سي كيو او حاجات زي كده، ده الانتي كونفرجنت. الدراج ديبندنس او الدراج ابيوز اللي معايا، اول حاجة التعريفات دي مهمة علشان الام سي كيو المقدمة اللي معايا. الفاكتور ده اول سؤال ممكن ينزل معاك، وكمان الميديكال هازارد دي من الاسئله المهمه جدا 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 عند المنين، الميديكال هازارد بتاع الدراج ابيوز. الجنرال مانجمنت برضو سؤال مهم هيفيدني بعد كده في كل الحاجات. الاوبيويد تمام، مهم جدا ان انت تبقى عارف المانيفستيشن بتاعه الاكيوت توكسيستي بتاعه الاوبيوم، مهم جدا من الاسئله المهمه معايا. الديفرنشال دياجنوز بتاع البوينت بيبل من الحاجات المهمه. تريتمنت مهم جدا، تريتمنت مهم جدا. الديبندنس مهم برضه، الكلينيكال بيكتشر واحده ثابته الشرح بتاع كل حاجه، بس بعرف فيه ايه لو في حاجه سبيسيفيك ولا حاجه، تمام. الترامادون مهم عند البنين جدا، موضوع الترامادون مهم عند البنين جدا جدا، تمام. موضوع الكنابز يا شباب، موضوع الكنابز دي من الحاجات المهمه بيحبوا يسالوا فيها بسبب انها منتشره خاصه فالاكيوت توكسيستي، هتكتب لي الكلينيكال بيكتشر وازاي تعمل له مانجمنت. الديبندنس برضه الكلينيكال بيكتشر والمانجمنت بتاعه. النيكوتين برضه مهم علشان الاطفال، لو احد طفل ولا حاجه اكل الحاجات دي، تمام، سجاير ولا حاجه، مهم الاكيوت توكسيستي. الكرونيك برضه مش بنفس اهميه الاكيوت في الموضوع ده. الامفيتامين مهم علشان برضه ادمان الطلبه ليه، سواء الاكيوت توكسيستي بتاعته او الديبندنس بتاعه. الديبندنس انت عارف اسطمبه واحده هتمشي عليها في كل الحاجات. الكوكين مهم برضه، بينزل برضه سكال الأكيد توكسيستي أو الكرونيك توكسيستي بتاعته عشان المادنانس ساين والكوكين زباق، تمام، وروش أو سندروم، حاجات برضه مهمة مش موجودة غير هنا، تمام.
هيسليتك performance of science دي just enumeration الحاجات ديت زي ما قلناها، تمام، enumeration لكل حاجة عشان تعرفها بس، وهي عندي الكوميونيكيشن ممكن تحصل بسببها multiple order، بيأثر على كل الباقي.